أنا بس كنيتها ما بعرف شو. المهم هاي العنوان وصار عندك، بدي منك تتأكد لي إذا في قربة بينها وبين أبو موسى، وبدي منك تجيب لي السي في تبعه وبسرعة. حاضر مدام ولا يهمك. وبس تخلص هالقصة شوف لي شو موضوع الأبو يلي بالكباس. سبق وخبرتك مدام. ما عم بحكي على الورق والملكيات، شوف لي هالمستودع لشو عم يستخدمه أبو موسى. حاضر مدام حاضر. توصي بشي تاني؟ سلامتك. يلا بالإذن. شو رأيك تنطريني ساعة تاني؟ آسفة حبيبتي، كنت طالبته بيمرق لعندي، نسيت ألغي الموعد قبل ما توصلي. طب يلا خلينا نمشي. لوين؟ شو لوين؟ مو قلتي لي امرأة خديني نروح سوا لعند ماما؟ شو القصة، زهايمر ولا على غياب عزام؟ لا دخيلك، زهايمر أسهل. آه خربانة الأمور. ليش أيمتى كانت منيحة؟ بلاقي قعدتي، ماما ناطرتنا على الغدا يلا. روحي لحالك، صراحة أنا تعبانة شوي. خير شبك؟ عن جد خربانة بينك وبين عزام؟ لو واقفي على عزام الشغلة كانت نص مصيبة. شغلتي لي بالي؟ شوفي الحكي بسرك وما بصير يطلع لبرا قبل ما نلاقي حل هالمصيبة. عليا شوفي الوالد متجوز. وبعدين بقى ما بدك تشيلي هاي الأوهام من راسك؟ بس هالمرة أنا تأكدت، صار له أكتر من 6 شهور. شو عم تحكي عليا؟ عليا مستحيل، بابا ما بيساويها. ليش ما بيساويها؟ اه شو ناقصه يعني؟ اذا بدك رايي معه حق، بالاخير هذا رجال. الست امك بتعرفي علاقتها معه من سنين، كل واحد فينا داير على حياته. جيدة انا خبرتك لحتى نقعد نبكي؟ انا عم خبرك لحتى تساعديني نلاقي حل لهالمصيبة، انه نسمح لوحده ما بنعرف قرعت ابوها من وين تيجي تشاركنا بالوالد؟ مستحيل نقبل. ليش فينا نساوي عليها؟ نكون حواليه مثل ما هو طول عمره كان واقف جنبنا، نوقف جنبه. ما في رجال بهالعمر ومعه كل هالمصاري وهالنفوس ما بيحب يدلل حاله. ولو الشغله بهالحدود مو من حقنا نتدخل، خصوصا انه كلياتنا مقصرين بحقه. بس لما الشغله صار فيها زواج صارت بتخوف. جاد وسوزان بعاد، أنا وقيصر ما كتير نقدر نأثر عليه. الوحيدة اللي ممكن تحكي معه بهيك شيء وبتمون عليه هي أنتي.